إد إد وآدي هو واحد من تلك البرامج الكرتونية القديمة التي عرضت على كارتون نتورك وأحبها الكل عبر السنين، وحتى أثناء عرضه لم نلحظ أي نقص أو تكاسل من فريق العمل القائم عليه في تقديم كل ما لديهم لصنع شيء مبهر، والفيلم الخاص به إد إد وآدي رحلة المتاعب كانت تكملة المثالية له، حيث كان من تلك الأفلام النادرة في مجال الأنيميشن التي استطاعت إنهاء مسيرة برنامج رائع بشكل جيد دون انتقاص شيء من جودة العرض الأصلي، سواء من ناحية القصة، الأنيميشن أو حتى الشخصيات، بل على العكس لقد طور منها وجعلها أفضل من عدة نواحي. معكم عبد الرحمن الطيب، واليوم سأقدم لكم مراجعة كاملة لأحد أفضل الأفلام التي قدمتها كارتون نتورك في تاريخها، إد إد وآدي رحلة المتاعب، أحد أفلام الطفولة. أريد التنويه في البداية أن هذه المراجعة تحتوي على حرق خفيف للأحداث. لا أدري من يفكر في مشاهدة هذا الفيلم لأول مرة بعد هذا الفيديو صراحة، لكن رغم هذا المراجعة ستكون أقرب إلى انتقادية تحليلية مع إعطاء رأيي في الفيلم، وليست عبارة عن سرد للأحداث. أكيد سأذكر بعض الأحداث البسيطة هنا وهناك، لكن سيظل بإمكانكم أن تشاهدوا الفيلم وتستمتعوا به. إد إد and Eddie's Big Picture Show، أو كما ترجم بالعربية إد إد وإدي رحلة المتاعب، هو فيلم أنيميشن أمريكي كندي من تأليف داني أنتونوتشي، وهذا الشخص هو نفسه مؤلف البرنامج بالمناسبة. الفيلم من إنتاج شركة AKA كارتون ومن توزيع كارتون نتورك، والفيلم مبني على أحداث برنامج إد إد وإدي، ويتبع قصة الأولاد إد إد وإدي بعد أن فعلوها أخيرا وقاموا بمشكلة كبيرة لا يمكن لأحد من أولاد الحي الآخرين أن يسامحهم عليها، لذلك قرر أبطالنا أن يهربوا من الحي كله، وذلك كي لا يتعرضوا للقتل من قبل الأولاد، وهنا تبدأ رحلتهم لإيجاد مكان تواجد شقيق إيدي الكبير للعيش معه. الآن حسب تصريح المؤلف نفسه في عام 2006، كان مخططا في البداية أن يكون الفيلم حلقة خاصة فقط ليس فيلما طويلا، وكانت أحداث هذه الحلقة الخاصة ستكشف الكثير، مثل ماذا يوجد أسفل قبعة إد بيدلين. لكن الشركة المنتجة خرجت بعدها بسنة، وتحديدا في يونيو 2007، وصرحت أنها تعمل على الفيلم بالفعل، فتم إلغاء فكرة جعل النهاية عبارة عن حلقة خاصة. في تلك الفترة أيضا كان مخططا أن يصدر موسم سادس من البرنامج، ولكنهم في النهاية اعتمدوا إلغاء الموسم السادس وجعلوا الفيلم يحل محله كختام لبرنامج إد إد وآدي، رغم أنه في ذلك الوقت كانت هناك حلقتان بالفعل قيد الإنتاج من الموسم السادس، لكن صراحة أظن ما فعلوه كان الأفضل. أعني إد إد وآدي وصلوا إلى نهايتهم، ويجب أن لا نطيل العروض الممتعة لأنها إذا طالت خربت. صحيح وقت المغامرة؟ أوكي أمزح، وقت المغامرة ظل ممتازا، لكن كان بإمكانهم جعله أروع بكثير من الطريقة التي سارت بها الأحداث في المواسم الأخيرة، لكن هذا ليس موضوعنا هنا. تم إكمال إنتاج فيلم إد إد وإدي في أواخر 2008، وتم بثه لأول مرة في الولايات المتحدة في 8 نوفمبر عام 2009. تتخيلون مر على صدوره 13 سنة، الزمن يمر بسرعة. عموما هيا بنا الآن ندخل في مراجعة الجوانب المختلفة من الفيلم. أولا القصة. الفكرة بحد ذاتها لم تكن مميزة، أعني ليس وكأننا لم نرى إد إد وإدي على مدار 5 مواسم يحاولون خداع الأطفال حتى يأخذوا مالهم كي يتمكنوا من شراء الحلوى. الأمر مكرر وهذا أمر سلبي نوعا ما، لكن الاختلاف هنا كان في امتلاك قصة الفيلم نقطة قوة مهمة تم التلميح إليها طوال سنوات عرض البرنامج الأصلي، وهي شقيق إيدي الكبير. تقريبا نصف حلقات البرنامج كان إيدي يستعمل حيلا وخدع كثيرة، ويقول أنه تعلمها من شقيقه الأكبر كي ينجو من مشاكله. هذا كون نوعا من الرغبة لدى المتابعين لمعرفة من هي هذه الشخصية الغامضة في البرنامج والتي كان الكل يهابها ويتحدث عنها. صراحة كمتابع أردت دائما أن أرى فقط وجه شقيقي إيدي، أما فكرة أن تراه في فيلم ويتفاعل مع الناس هذا كان بحد ذاته رائعا جدا، وسيشد أي شخص معجب بالبرنامج كي يتابع الفيلم إلى النهاية. وهذا ينقلنا إلى النقطة الثانية، أحداث الفيلم. على غير المتوقع الفيلم لم يكن خيبة أمل، بل امتلك قصة وأحداث جيدة. لا أعرف ماذا أقول بصراحة، لقد تخطى الفيلم توقعاتي حتى بعد أن عدت متابعته بعدما كبرت، لا زلت مندهشا منه. طريقة عرض القصة، السرد المتسلسل، التفاعل بين الشخصيات، كل شيء كان متناسقا مع بعضه. وعندما نتحدث عن أحداث الفيلم فنحن نتحدث عن رحلة المتاعب نفسها. أحببت حقا بداية الفيلم وكيف أنه انطلق بكشف أحد أكثر الأمور إثارة والتي لم نكن نعرفها من قبل، غرفة شقيق إيدي الكبير. الأمر كان مثيرا نوعا ما، وساعد المؤلف في كتابة طريقة جيدة لهروب إد إد وإيدي في البداية. كنت حقا سأنزعج لو استطاعوا الهرب هكذا فقط دون استعمال أي وسيلة أو ربما سيارة كتلك التي في غرفة شقيق إيدي. لكن لا يجعلكم هذا تظنوا أن الفيلم منطقي، كيف استطاع شقيق إيدي إدخال سيارة كاملة إلى غرفته؟ كنت سأنتقد الأمر وأقول أنه ثغرة في البرنامج، لكن إنه إد إد وإيدي في نهاية الأمر لم يصنع ليكون كرتونا منطقيا أبدا، صنع ليكون مضحكا فحسب، لذا سأتخطى هذا هنا.
بعد الهروب الكبير لأبطالنا تبدأ المطاردة بين جميع الشخصيات، وعلي القول إن كل محطة وصل إليها إد وأدي في رحلتهم كانت حقا مثيرة للاهتمام، وكل مغامراتهم كانت ممتعة ومسلية جدا للمشاهدة. الحوارات كانت مضحكة، إنها السخرية نفسها التي تعودنا عليها من المسلسل، لا شيء تغير هنا. لكن من الناحية الدرامية الحوارات كانت جديدة نوعا ما، يعني الكلام الذي تقوله الشخصيات كان مكتوبا بشكل جيد، والانفعالات كانت مبهرة لكن غريبة في نفس الوقت. إنها ليست الانفعالات المعتادة من إد وأدي، لطالما كانت الحوارات في البرنامج مجرد سخرية، لكن في الفيلم كانت الحوارات أكثر من مجرد سخرية، وهذه النقطة لم تفسد الفيلم حقا، على العكس تماما، لقد كانت إضافة رائعة. الشخصيات أصبحت تملك مشاعر وأحاسيس، فتستطيع أن تعبر عن غضبها وحزنها بتلك التأدية الصوتية الرائعة. المؤدون حرفيا تقمصوا الدور وأظهروا أنها ليست مجرد شخصيات كرتونية تبتسم في كل ثانية، بل هناك أبعاد نفسية لكل شخصية. لكن هذا لم يغير توجه الفيلم الأساسي، الكوميديا، نكات غبية، سخرية مضحكة، أمور خارقة لقوانين الفيزياء، كأن يقوم شخص باختراق سيارة ويركض بها مع أصدقائه. إنه فيلم إد وأدي في النهاية. في الفيلم أظهروا جوانب لم نكن نعرفها عن كل من الشخصيات، كل شخصية انفعلت وأبدت مشاعر وأحاسيس لم نكن نراها في البرنامج، الغضب، الحزن، الغيرة، هذه أمور لا يمكنك توقعها أبدا أثناء مشاهدة برنامج كإد وأدي الذي كان أغلبه مبنيا على الكوميديا، لكنها كانت موجودة في الفيلم وظهرت بشكل ممتاز، حيث أنك ستشعر بالشخصيات كأنها حقيقية، وهذا شيء مبهر للغاية وصعب تحقيقه في أي من الأعمال الأدبية. وهذا يظهر حقا كيف أن الكتاب يتعبون لكتابة شخصيات جيدة عندما يحبون عملهم، وهذا أضاف لمسة مميزة بشكل لا أظننا قد رأيناه من قبل في تلك الفترة من حياة القناة، أو على الأقل في أفلام الأنيميشن التلفزيونية في تلك الفترة. أما بالنسبة للتقييم فسأعطي القصة والأحداث 9/10. الآن فلننتقل إلى النقطة التالية، الأنيميشن. هنا يظهر العيب القاتل في الفيلم من وجهة نظري. المؤلفون والاستوديو المسؤول بشكل عام كانوا واثقين أن الأنيميشن والتحركات الخاصة بهم مثالية لعرض كهذا ولا يجب تغييرها، وهنا سقطوا في الفخ الذي سبب الثغرة الوحيدة في الفيلم في رأيي. أولاً، ديزاين الشخصيات بقى على حاله من العرض الأصلي، لم يتغير أي شيء به، لكن العنصر الوحيد الجديد كان شقيق إد الكبير الذي شخصيته ليست بذاك السوء صراحة، تصميمه لطيف إلى حد ما. عتابي الوحيد عليه أنه لم يكن بذلك التميز الذي تم تشويقنا له عبر 5 مواسم كاملة. أعرف أنه شقيق إد، لكن لم يكن يجب جعله مجرد نسخة بالغة من إد، إنه حرفياً إعادة رسم لتفاصيل إد ولكن بشكل بالغ تقريباً، لكن تصميمه يبقى جيداً لو سألتموني. الخلفيات ورسم المناظر كان رائعا، الألوان الزاهية، الرسومات البسيطة، والإحساس الذي قدمته للمتابع أدخل نوعا من السحر على البرنامج. كل محطة كانت خلفياتها مميزة جدا، المستنقع، الشلال، وحتى المصنع. لكن الخلفية المفضلة لي كانت عندما وصلوا إلى تلك الساحة من دوار الشمس، كانت مبهرة للغاية، أحببتها حقا، وأظن أن هذا كان الشيء الوحيد الذي كان جيدا في نقطة الرسم. أما بشأن الأنيميشن كان عاديا جدا، لم يتطور ولا سنتيمتر واحد عن البرنامج الأصلي، لا طعم له حقا، نفس الألوان الزاهية والشخصيات التي تضرب نفسها بشكل هزلي، وهذا أزعجني قليلا. الأمر ليس وكأني أكره أسلوب رسم إد وأدي، لكن الأمر هو عندما تتابع نفس النوع من الرسم لمدة 5 مواسم كاملة ستمل منه وتنتظر من فيلمه أن يغير الجو قليلا أو يحسنه، لكن للأسف هذا لم يحدث هنا. عندما تقرر صنع فيلم كخاتمة لمسلسل معين عليك أن تدرك أنه يجب أن يكون أفضل وأكثر تطورا مما سبق، يجب أن يكون نسخة مطورة من العرض الأصلي وليس تكرارا لنفس الشيء مرة أخرى. يعني نحن نحب أسلوب الرسم في البرنامج، هذا أمر مفروغ منه، لكن صراحة توقعنا مستوى أفضل من الفيلم. لأوضح فكرتي فلنأخذ فيلم ستيفن يونيفرس كمثال. نعم لقد نزل بعد سنوات من فيلم إد وأدي، يعني ليس من نفس الحقبة الزمنية، لكنه كان يحتوي على أنيميشن رائع جدا، التحركات متناسقة مع بعضها، كل فريم وحركة كانت فنية جدا وأفضل 100 مرة من برنامج ستيفن الأصلي، وهذا ما كنت أريد قوله في البداية. البقاء كما أنت وعدم التطوير من مهاراتك وتوقع أنك تقوم بعمل جيد ليس خيارا صائبا، على كل شيء أن يتطور، وكونك برنامج في كارتون نتورك لا أظن أن هذا كان سيكون عائقا بالنسبة لك، لأنك في أكثر قناة تحب تجربة الأمور الجديدة دون أن تخشى المجهول. إنه أحد أسرار نجاح كارتون نتورك، تطورها المستمر، والصراحة أتمنى أن تستمر في هذا التطور الرائع. بالنسبة للتقييم سأعطي الأنيميشن والرسم في الفيلم 6.5/10. النقطة التالية، الموسيقى والمؤثرات الصوتية. حسنا سأكون صريحا معكم، الموسيقى الخلفية في إد وأدي لطالما كانت تعجبني، الإيقاع والنغمات التي يتم اختيارها كانت مناسبة لأماكنها وأرى أنها مثالية جدا، لا يمكنني تخيل شيء آخر ليكون في الفيلم أفضل من هذا. ورغم كون الموسيقى من النوعية التي تعلق بالرأس إلا أنها الأنسب لهذا النوع من الأفلام برأيي، المؤثرات الصوتية كانت جيدة، تم اختيارها بشكل رائع ولا أرى أي عيوب حقيقية هنا، لا شيء يمكن انتقاده عليها بصراحة، إنه
عمل متكامل جدا من هذه الناحية، وسأقيم موسيقى الفيلم 8/10. الآن رأيي الشخصي في الفيلم ككل. إد إد وإيدي رحلة المتاعب هو أحد أروع أفلام الأنيميشن التي تابعتها في طفولتي، وبإعادة النظر إليه بعدما كبرت أحببت القصة والتي كانت متكاملة من وجهة نظري. الحبكة، طريقة السرد رائعة، وانكشاف جوانب من الشخصيات لم نتوقع يوما أنها تملكها جعلني منذهلا، واستغلال أسرار روج لها البرنامج على مدى مواسمه كشقيق إيدي هذا يجعلك ترغب في متابعة الفيلم حتى النهاية. الأنيميشن خيب أملي نوعا ما، كنت أنتظر المزيد صراحة، خصوصا أن الاستوديو كان لديه كل شيء ليفعل هذا. قناة متفهمة تدعم الأفكار الجديدة والخروج عن المعتاد، واستوديو وقوة عاملة تكفي لصناعة فيلم أنيميشن عظيم، لكن لسبب ما قرروا أن يتمسكوا بالأسلوب الفني الخاص بالعرض الأساسي، لكن هذا لم يغير ذاك الشيء الكبير حقا. أحببت الموسيقى، كانت رائعة جدا ومتناسقة مع كل حدث في الرحلة. فيلم إد إد وإيدي رحلة المتاعب يستحق برأيي 7.8/10. قصة عظيمة وسأنصح الكل بمتابعته. لم أجده من مصادر رسمية صراحة، غالبا من يريد مشاهدته سيضطر لمشاهدته بشكل مقرصن، لكن لن أروج لموقع معين لتتابع الفيلم عن طريقه. أمامك جوجل يا صديقي، يمكنك مشاهدته مدبلجا أيضا. نعم، حتى الدبلجة العربية من استوديو Image Production House كانت رائعة جدا، وحقا أوصل المؤدون الصوتيون العرب المشاعر نفسها من الفيلم الأصلي. كان هذا كل ما لدينا لهذا الفيديو من أنيميتس. اقترحوا علينا أعمالا أخرى لنراجعها بشكل نقدي وتحليلي كما فعلنا في فيديو اليوم، وكان معكم عبد الرحمن الطيب، ونلقاكم في الفيديو المقبل. وداعا.